الان الان اعزائي المشاهدين، الاحتلال يعدم شاب في قرية النبي صالح، اطلق عليه الرصاص بشكل مباشر. نشاهد دماءه الان. الان كما تشاهدون الان الدماء، والاحتلال يحاول طفل تم اصابته الان في هذه اللحظة بالرصاص الحي، والاحتلال يستنفر يهددنا باطلاق النار علينا فقط لمحاولتنا اسعاف هذا الطفل الذي حاول اعدامه. نقوم بتصوير الان المشهد، اطلقوا عليه الرصاص بشكل مباشر وبشكل مباشر. تعني الموت لنا، نحن الان نحاول ان نسعف هذا الطفل. خلاص يا رامي، يواصل الاحتلال We want him to take him to the hospital. We want to take him to the hospital. Criminals, criminals, Atim, get him. Yeah, damn it,